يا صباح الخير، انا بولا سالم، والنهارده احنا في مدينه السلط في الاردن، في منطقه حلوه قوي فوق الجبل، عباره عن اكواخ. الاوتيل ده اسمه ماونتن بريز، صح كده؟ اي صح. خليني اقول لكم ان انا اول ما صحيت من النوم شفت المنظر ده في الجبل، الغنم ماشي، وفطرت وشربت قهوتي على الفيو الجميل ده. كان نفسي اجرب الاكسبيرينس ان انا اقعد في كوخ خشبي، وبصراحه ما كنتش عارف ان الاردن فيها الاكسبيرينس دي. لا ارجعي لي هنا، انا الحاجات دي اللقطات دي انا بحطها بعدين، انا هصورها لوحدي واعمل لها ايديت. مش عايزك تتصرفي من دماغك. انا المخرج. بس فتعالوا بقى افرجكم الاول على الكوخ. زي ما احنا شايفين ده بيبقى فيه بره عادات. تخيلوا بقى لما تبقى الدنيا مثلا بتشتي جامد، بتمطر جامد، تبقى قاعد كده تشرب الكوفي بتاعك مثلا او الهوت شوكليت كده، وتقعد بقى ايه تتفرج على المنظر من هنا. يا بقى كمان لو الدنيا تلج برضو يبقى حلو قوي. في كوخ بيبقى عباره عن اوضه، يعني هي كده بتبقى اوضه دبل، وفي اكواخ تانيه، في اكواخ تانيه بتتصرف من دماغك تاني. في اكواخ تانيه بتبقى فيها اوضه بسريرين. ده بيبقى الليفنج روم، ممكن بقى تقعدوا هنا تتفرجوا على التي في، بيبقى فيه طبعا اللي هي الحاجات بقى، القهوه والشاي، الثلاجه والكلام ده. وعجبني قوي، انا بقى كنت مستغرب اصلا الحمام هيبقى عامل ازاي، كنت مش مستغرب بصراحه، كنت مقلق، كان عندي شويه هيسس من موضوع الحمامات ده. بس انا اوريكم الحمام عشان فعلا حلو. ده الحمام. عادي ده فعلا تجربة مختلفة. ده الحمام، وده البيدين، وده الحوض، وده انا عاجبني بقى الكابينة والله العظيم بتاعت البانيو. ماما انا كنت عايز اعمل زي دي بجد في بيتنا، بس للاسف ما طلعتش شبه دي. في فوط، في شامبو، في كل حاجه. تعالى اوريكم الاوضه. معلش هو الاوضه مترتبه شويه. الفكره بقى يعني انا امبارح نمت، عايز اقول لكم نوم عميق، يعني هدوء تام، ما بتسمعوش صوت اي حاجه وسط الشجر. والهدوء ده مع الطاقه، مع الخشب والطاقه الايجابيه كده، تحس ان انتوا يعني انا نمت نوم عميق. انت نمت نوم عميق؟ انا نمت نوم عميق. ماشي، كلنا نمنا نوم عميق. الاستاذ اللي هناك نام نوم عميق. وبس بقى بيبقى النوم بقى ايه جميل قوي، هتنام وتستريح وتتبسطوا. لا حبيبي اصحى، في فيديو زي ما انتم شايفين. الاحلام كمان بتبقى ورديه. تعالوا افرجكم بقيه الاوضه الثانيه اللي بتبقى اوضه دبل. انت بقى عايز اقول لكم على حاجه احلى، ان انا الكوخ بتاعي فيه اوضتين، يعني اوضه سرير دبل وسريرين سنجل. انا الاوضه عندي بس مرنا ما عندهاش غير اوضه بس دبل، سرير واحد، اوضه واحده. معلش ما بقول لك، كنت قولي لي اقول لهم يدوكي اوضه كبيره. ما انا مش طالعه رحله وانا نايمه في الاوضه لوحدي. بجد. وانا كمان دي الاوضه عشان كنت حاطط الشنط هنا. خلصنا فضينا الشنط من جوه. تعالوا بقى اوريكم الاوضه الثانيه. طبعا ناس كتيره جدا، انا واحد منهم، دايما لما بسمع عن حاجات بقى فوق الجبل او الحاجات اللي هي الخشب او الخيام او الحاجات اللي في الصحراء، ولا بيبقى فيها بقى كهرباء والكلام ده اكتر حاجه بتقلقني من الموضوع ده. بس الحمد لله زي ما احنا شايفين في كهرباء، في تكييف في الاوض، فيها مراوح، والاهم حاجه ان في واي فاي قوي، يعني ده اكتر حاجه مريحه بالنسبه لي. طيب بعد ما اتفرجنا بقى على اشكال الاكواخ، تعالوا افرجكم على الريزورت ذات نفسه. ازيك يا ابراهيم؟ من مصر ام الدنيا. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. احنا جايين نتفرج في ايه، في ايه؟ تعالى بس تعالى. في ايه يا بنتي؟ بدر وبيلا. فلو بتحبوا الحيوانات وحابين تعيشوا التجربه بتاعه المزرعه، هتلاقوا هناك في مزرعه فيها طيور وحيوانات. اهلا الدجاج راح يطلع على الروت. ماشي. اهلا 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 اهلا. خلاص يا جماعه، ابراهيم من المنيا، يعني من والله انا رحت المنيا عجبتني قوي، يعني واهل كرم وناس جميله والاكل كان تحفه.
حضرتك. تروح بجد ربنا يخليك حضرتك، انت اللي حضرتك على راسي والله. والبيت اللي بياخدوه من الفراخ بيحطوه هنا وبيعملوا بيه الفطار الصبح. تعالوا بقى دلوقتي افرجكم على الفطار عامل ازاي والاكل كان عامل ازاي. الفطار في المطعم بيكون على الفيو ده. سهلا فيكم، شرفتونا والله، يسعد صباحكم يا رب. تحبي اشرح لك شويه على الفطور؟ بس في عندنا احنا الفطور التقليدي هذا بيجي الفطور العربي، وفي افطار الكونتيننتال. تمام، تحبي ايه ده بقى؟ معلش، هاي الحلاوه. حلاوه، هي دي الحلاوه الطحينيه صح؟ يس. بيقولوا الحلاوه الطحينيه في الاردن خطيره. ودي هذا حمص. حمص مش سلمى. هاي العجة. ايوه سلمى ده عجة. دول فلافل. ده بيت بيت تسلم ايدك. دي احلى حاجة اجدها في حياتي. طيب جماعة، الفطار حلو قوي، وفكرة ان انا كنت فاكر ان هو فول عادي، فكرة ان الفول طعمه مختلف. فالنهاردة معانا روان أردنية هتقول لنا ازاي بيعملوا الفول الجميل ده بالطريقة دي. فقول لنا بقى بس عايزين ايه يعني اسرار الاكل. هلا في طريقتين بتنعمل. لا ثانية واحدة، الكاميرا عليك، اتفضلي. هلا في طريقتين، بنجاب الفول نحن انا العلب. بتفتح العلبة بتسخنها على الغاز، بعدين بتعمل على جنب خلطة الطحينية مع الليمون وشوية فلفل اسود. وفعلا في طعم ليمون عالي، انا بحب طعم الليمون اصلا. بتنخلط معها مزبوط، بعدين بتديرها على الفول. تحطها على وجهها او بتخلطها مع بعض. اذا بدك تعمل الفول انعم بتنعمه او لا. بعدين بتزيد عليها كمان حامض ليمون. ليمون او لا، في نحن عندنا ملح حامض. ليمون وملح حامض بتحطها عليها وخلص بتكون جاهز. الطريقه الثانيه بتقسم البندوره والفلفل الاخضر الحلو، واذا بدك حار بتحطه مع الغاز شوي بتدبلوا، بعدين بتجيب الفول بتحطه فوقهم. لا انا مش عايزه، بتشيله بتحط فوق زيت زيتون. الله، بس طب هنخلص دلوقتي. ادينا عرفنا دلوقتي طريقه الفول. جماعه تعالوا بصوا الفلافل، بصوا الفلافل تحسها ملزلزه. فلاف كراتشي من بره، فلاف من جوه. ممكن ثانيه واحده بس الصوت، ثانيه عشان يعني خش عليبه. احنا اكتشفت بقى ان كمان العجه في عجه بالطريقه الاردنيه. ايه بقى الفرق بقى؟ قولي. بتحط بقدونس، فلفل اسود مع ملح وطحين وبصل، بتخلطهم مع بعض، بعدين بتضيل البيض عليهم وبتعملها قرص كبير على الغاز. بعدين بس تستوي تقلبها بتطلع لونها غامق. يعني على الفرن، على عين الغاز مش الفرن. سوري، يعني بدك تقليها بس بتكون بلون اغمق من هيك شوي. اوكي، بتصير قرص كبير قد كده. بعدين بتقسمها بتكون قطع مثلثات. اوكي حلو قوي كده. ومن الحاجات برضو اللي عجبتني في ماونتن بريز ان انتوا قدام الاوض بتلاقوا قاعده كده تقدروا تقعدوا فيها مثلا بالليل، وبتولعوا نار وتتدفى. جماعه احنا بس واحنا ماشيين دلوقتي لقينا صاحبه المكان. ازيك يا رنا؟ كويسه، ازيك انت؟ الحمد لله. فاهمه طبعا اللهجه بتاعتي صح؟ اكيد، انا عايشه في مصر 10 سنين. لا بتهزري؟ طيب ماشي. عامله ايه؟ كويسه. ايه المكان التحفه ده؟ ثانك يو بجد، حلو قوي قوي قوي. نايس تو هاف يو هير جايز. ثانك يو. طب ازاي الفكره جات لك بقى؟ هو انا وماي بارتنر وبلشنا بس بالبينت وول فيلد. اوكي، وي وونتد سمثينج هيك ادفنتشرز، يعني ذس واز 20 ييرز اجو. نايس. وبعدين انا بحب الريستورانت، هو بحب الطبيعه، فبلشنا نزيد شوي شوي. عملنا اول شيء سمول كيتشن، بعدين ا بيجر ريستورانت، اند ذن كان بدنا الاكواخ هذول الخشب، لودجز، اند ذن ذا بول. هيك يعني شوي شوي وي ادد تو ات. حلوه قوي قوي. احنا التنين بنحب نيتشر وهيك، وبنحب نعمل اشياء ديفرنت. هو حابين احنا نعمل اشي يعني غير، اكسبيرينس مختلفه عن الاوتيلات العاديين بالضبط. يعني دي حاجه حلوه قوي. لا وكمان الكابنز من جوه نظيفه قوي وشيك قوي، فده حلو برضه. احنا انا بحب انه يكون يعني اشي سمبل بس كومفورتبل، سمبل اند كلين هيك يعني. وايفن حتى السيرفيس للناس فيري فريندلي وهيلفول. لا حلو قوي. والفطار
يعني بنحب ندلع الزباين. وكده يبقى شفنا شكل الكوخ وفهمتوا فكرة الاكسبيرينس المعمولة في ماونتن بريز في الأردن. فلو أي حد جاي الأردن قريب أو هو أصلا عايش في الأردن لازم تيجي في مدينة السلط وتجرب التجربة دي علشان فعلا هي حلوة. وبس كده.